أخبار حلوة لمتابعين UAE Project، إنجاز أعمال البناء في مشروع Warner Brothers أبو ظبي وافتتاحه تاريخ 25 من شهر 7 في هذا العام. وصلنا الحين منطقة Warner Brothers Plaza، هي أول منطقة من أصل 6 مناطق مختلفة. بدرك لرسوم فلسطين، المكان جدا رائع من ناحية التصميم وتضم ألعاب متنوعة منها اللعبة المائية. تصميم منطقة داينامايت جولتش الصحراوي لشخصيات كيوتي ورود رانر، تضم المنطقة ألعاب متنوعة ومنها القطار الفعواني. في منطقة كرتون جاستس فرصة مقابلة شخصياتكم المفضلة منها تومان جيري، تويتي، سكوبي دو، باكس باني وغيرهم. تضم المنطقة ألعاب مختلفة منها قطار تومان جيري السريع ومتحف الألغاز مع سكوبي دو ومسرح مخصص لعروض الشخصيات الكرتونية. مصنع أكمي مكان مخصص للصغار عمر 3 سنوات وتحت، ومن الألعاب الموجودة الجسور المعلقة والأنفاق وثلاث ألعاب شيقة أخرى للصغار. الحين دخلنا في التشويق والألعاب الخطرة. غوثم سيتي تضم شخصيات باتمان، الجوكر، تو فيس وغيرهم. لعبة الدوران مع ريدلر، لعبة الرعب مع سكيركرو، ولعبة الجوكر تدخلكم في غرف ومتاهات معقدة. المنطقة الأخيرة متروبوليس تضم ألعاب عجيبة لشخصيات جاستس، لعبة المعركة مع سوبرمان بتقنية 360 درجة، جرين هورنت في لعبة متحركة خماسية الأبعاد، والكثير غيرها من الألعاب المشوقة. دخول لصفحة UAE Project ثم الضغط على Turn on Post Notification، وبهذه الطريقة الإنستغرام بينبهكم على أي مشروع أو بوست جديد ينزل في حساب UAE Project.